طيب ده كلام مهم جدا، وكل هذه الامور اللي اتكلم فيها استاذ ايمن بدره طبعا الناقد الرياضي الكبير كانت النتيجه بتاعتها ان النادي الاهلي توج ببطوله الدوري الاصعب على الاطلاق زي ما هو قال كده. هو اكيد عاصر بطولات دوري كتير للنادي الاهلي، واكيد هو ده الدوري الاصعب. لكن عايز اروح مع حضرتك لمنشط من اخبار الرياضه، وبالتحديد بيقولوا تعرض لهجوم وخروج عن النص، او منشط معانا استاذ ايمن والخوض في الزمم الماليه، ورغم ذلك بيبو يا جبل ما يهزك ريح. بص، هو دي ده يعني طبعا انا يعني بشرف ان انا رئيس تحرير هذه المطبوعه، لكن انا عندي يعني جانب كبير جدا من الحريه والتعاون مع زملائي. كويس. اللي كاتب الموضوع ده زميلي الاستاذ اسلام فاروق، وهو طبعا راجل بيغطي النادي الاهلي وعنده اعتقد اتصال مع مصادره، وعصر وشاهد وسجل كل ما تعرض له القيمة الكبيرة في ليس في كرة القدم المصرية فقط ولا في الرياضة المصرية، ولكن القيمة المجتمعية والقدوة محمود الخطيب مع حفظ الألقاب طبعا. وبيرصد أنه في نهاية هذا الأمر وصل إلى أنه هو يصل إلى هدفه، يصل إلى هدفه، لأنه لم يلتفت إلى الصغائر. كان عنده رسالة أنه هو يصنع لكل الجماهير المصرية والعربية والأهلوية بصفة خاصة طبعا. المحبة لهذا الكيان والمؤمنة بالأخلاق وبالروح الرياضية بصرف النظر عن انتماءاتها وألوانها، أنه يصل بصمته وبثباته أنه هو يحقق لهم هدف، ويقول أن هذا النموذج والقدوة لا يتأثر بكل الأدوات التي اصطنعت في خلال الفترة دي لمحاولة التشويه أو لمحاولة التأثير، أو أنها تتصور أنها ممكن تكسب بهذا الأسلوب. كويس. فبعتقد أنه الرصد اللي عمله زميلي إسلام فاروق، هو طبعا أخويا الصغير وزميل عزيز، بيتلخص في ما قاله، لأنه في هذا الموضوع زي ما قلت لحضرتك شيء من الرصد لما تعرض له الكابتن محمود الخطيب، وطريقة تعامله بمنتهى الأدب وصمت كالصلد لا تهزه أي طيارات مهما كانت. وأنا يمكن هنا بيحضرني بيت يعني لعلي أستطيع أن أنا أقوله، اللي هو بيقول كن كالنخل عن الأحقاد مرتفعا تلقى بصخر فتسقط أطيب الثمر. فكانت الثمر الذي ألقاه محمود الخطيب للرياضة المصرية وللجماهير بطولة قوية للجماهير الأهلوية ستظل تتحاكى بها، بطولة في الأخلاق والقيم وكيفية التعامل مع الصغائر، وإزاي أنه أنت تستطيع أنك أنت في النهاية لا يصح إلا الصحيح. تبقى الأخلاق والقيم الرياضية هي بطولة في حد ذاتها. فرصد للموضوع اللي تناوله زميلي إسلام فاروق.